رحيم ده جار نيورو 8. هنبدأ ده عبارة عن ترانزفيرس سيكشن في البرين. أول حاجة نبدأ بإيه؟ هنبدأ أول حاجة بحاجة لاترال خالص بالإنترنال كبسول. عامل حرف V اللي هي 64 و65 و66. أيوة 64 anterior وبدأ anterior limb of internal كبسول. بعد كده 65 عملت حرف V اللي هو نقطة التقاء anterior limb مع البسول limb اللي هي genio of 65 اللي هي genio of internal كبسول. بعد كده رقم 66 ديت الايه البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. بعد كده الرقم الانتيريور اللي البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول رقم 73 اللي هو الانسولا. 73 الانسولا. بعد كده هنمشي انتيريور قدام خالص رقم 75. رقم 75 اللي هو فورسيبس مين فورسيبس ايه مينور فورسيبس مينور. بعد كده ثاني كده حمد بدل انتيريور ليمب 64 انتيريور ليمب ال 65 الجينيو البوستيريور ليمب 66 بعدين الانسولا وبعدين انتيريور خالص الفورسيبس مينور. تمام الفورسيبس مينور. هننزل في الميديان برين. بقى الميديان برين في النص بالظبط 77 الفورنكس قدامه كربس اللي بيفصل عن بعض كربس كالوزوم. بعد كده الرقم كام دي 76 ولا كام 76 الانتيريور خالص في الميديا في الميديان برين 76 اللي هي جينيو اوف كربس كالوزوم. وراها خالص اللي هي رقم 77 اللي هي الفورنكس في كافيتي. الكافيتي ديت كمل يا حمد تحت فوق ماشي. ما الكافيتي ما هنبدا تحت بقى ماشي. الكافيتي تعالى اشاور على الكافيتي. الكافيتي ديت اللي هي رقم كام 74 اللي هو بوستيريور هون اوف لاترال فينتريكل هو بالاسود ده تمام تحت الاسفل. تمام بعد كده ننزل ورا تحت خالص اللي هو ايه رقم ورا خالص رقم 82 دي حلو ولا ايه 82 82 الازرق اللي هي دي 82 شاور حوده شاور على 82 ليسبلينيام ليسبلينيام. عندنا برضو ايه بوستيريور بديل سبلينيوم اوف كوربس كالوزوم من بوستيريور بقى برضو في حاجه اسمها ايه 68 ورا 68 68 اللي هي الكالكراين سالكس كالكراين سالكس اللي هي 68 قدامه 67 اللي هو كالكر ايفيس كالكر ايفيس قدام الكالكر ايفيس ده 71 71 الفورسيبس ميجور ال 71 ده الفورسيبس ميجور. هندخل برضو ايه على ال 81 لاترال 2 الفورسيبس ميجور لاترال دي اسمها ايه اوبتيك راديشن 81 دي الاوبتيك راديشن. ندخل انتيريور برضو رقم اللي هي بقى ايه التكوينه بتاعت الايه الصلمه الصلمس واللينتيفورم نيوكلاس الصلمس واللينتيفورم نيوكلاس والكوديت نيوكلاس. نبدا بالكوديت نيوكلاس اللي هي الموست انتيريور اللي هي الهيد اوف كوديت رقم رقم 78 78 الهيد اوف كوديت. بعد كده رقم 80 شارع 80 ديت الايه اللينتيفورم نيوكلاس. رقم 79 دي الصلمس رقم 79 دي الصلمس.